زي ما شفنا في التقرير دلوقتي مع حضراتكم، مشوار محترم لمدرب محترم فعلا مستر ميشيل يانكون، اضافه كبيره لحراس مرمى النادي الاهلي وكمان للنادي الاهلي. مستر ميشيل، عايزين نتكلم بقى باستفاضه عن مستوى محمد الشناوي، خاصه كان ليه دور مهم جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، دوري العام، كاس مصر. محمد الشناوي تطور بشكل كبير. فعلا واضح جدا. بدايه الموسم بدانا شغل مع كابتن الشناوي، وكان عندي برنامج يعني على طيله الموسم نشتغل على الشناوي الفتره اللي فاتت، واعتقد وصلنا لغايه اخر الموسم وشفنا عرفنا نغير مستوى الحارس وطورناه ولا، وقد حدث بالفعل. اول شيء لاحظناه لازم يكون عنده الامكانيه، لازم يكون عنده الموهبه، والموهبه والامكانيات عنده عند محمد الشناوي. بعد كده ذهنيا يعني يكون مستعد ان يستوعب اللي بيقوله، والشخصيه، وبعد كده الثقه. الثقه تيجي بعد كده، واعتقد هي موجوده عنده. وهنا المفروض نقول اول شهور بدأ يشتغل مع الوقت، طبعا كان محتاجين نحط ده في الاعتبار، ونخلي الشناوي يدخل بطريقه اللعب اللي احنا بنحاول نشتغل بيها. وكل اللي حاولت احوله له الفتره اللي فاتت اعلمه له في خلال اول شهور ظهر في اخر الموسم، وده فاكر كان حاجه كتير بالنسبه للمستوى زاد كتير، لان طبعا محمد الشناوي استوعب وتفهم ان كل النجاح بيتم كله من خلال الحارس، من خلاله هو. في الوقت الحالي اعتقد ان التمرين بس مش كفايه، ان لازم الموهبه ليها دور. هو استوعب ده كويس جدا، واعتقد كل العوامل دي ساعدت محمد الشناوي مع شخصيته اللي كانت ظاهره جدا، شخصيته وتاثيره على اللاعبين، هو بيتكلم مع زمايله. والموهبه طبعا ان هو الشناوي لاعب ما بيخافش من الماتشات الكبيره، وعنده شخصيه في الملعب. اعتقد لما تلعب فريق كبير زي النادي الاهلي لازم يكون شخصيه ظاهره، لازم يكون ليها دور كبير، لان بالنسبه للجماهير طبعا مش سهل المسؤوليه بتحملها. طبعا بيعرف الجماهير بتعرف كويس جدا امتى بتلعب كويس وما بتلعبش كويس، ودي كره قدم سهله جدا اي حد بيفهم فيها، مش سهل جدا تحمل الاعباء والضغوط. هنا في الحياه دي لازم يكون عندك حارس مرمى عنده شخصيه بتسمح له يعمل، ما يخافش يلعب تحت ضغوط ماتشات كبيره، ماتشات صعبه، وحتى ماتشات لما يكون مستواه مش بالمستوى المرجو بيقدر يتحمل. هو حارس يقدر يمثل